نقول كلمة الحق ولو كلفنا ذلك السجن، ولو كلفنا ذلك الحكم، ولو كلفنا التهجير، ولو كلفنا الشهادة. هذا طريق ذات الشوكة الذي اتبعه رجال الله المؤمنون الواثقون الصابرون. نعم انه طريق ذات الشوكة الذي يخافه الظلمة والمتكبرون. نحن ننظر ولدينا عقل نفكر بان هذا النظام فاسد ولا يصلح للاصلاح. نعم لا يمكن اصلاح الفاسد الا صراحة.